مرحبا ريان، الله يخليك. شلونك اليوم؟ اخر يوم بالدوره، فريد نعرف مشاعرك. والله هو اخر يوم واصعب احساس واحد ما يحس بيه الا اخر يوم. بالبدايه صدق اشكركم الشكر مو الفظيع يعني على التعب اللي تعبتوه يعني، وخليتوني اعرف ناس صدق حبيتهم من كل قلبي. هسه حسيت انه صعب فراقهم، بس ما اقول الوداع، بس اقول ان شاء الله نلتقي. ان شاء الله نبقى على تواصل. أكيد. زين، شنو البرنامج غير مواضيع التكنولوجيه والتقنيه اللي ضافت؟ اكو شغلات غيرها استفاديتي عندها بالحاسبه انت؟ هوايه. واول انسان اللي صدق وعدتها انه اعلمها هي والدتي، لان لو عندها مجال كان هي جت وياي. حلو، وحتبدين تعلميها؟ وعد يعني من البداية كل حرف. أنا مدربة بتنطلقين من البيت أنت؟ إن شاء الله. كل هذا تعلمت يعجبني بعد أكثر وأكثر، صار عندي كل أعرف كل شيء بيها. إن شاء الله. أوكي، شكرا جزيلا. مع السلامة.